بدوره قال وزير خارجية لاتفيا إيدجرز رينكيفيتش إن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من القضايا وعلى رأسها التحديات العالمية الراهنة. وأشار رينكيفيتش إلى ضرورة محاولة تجنب حدوث أزمة إنسانية وغذائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. النقاشات التي خضناها لا سيما في ما يتعلق بالمناطق التي تتميز بها مصر، واسمح لي معاليكم أن أشكركم على كل هذه النقاشات المثمرة. هناك نقاط مهمة كذلك، ألا وهو المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو كذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط وتقييم أوجه التطور في الموقف في ليبيا وكذلك الموقف في سوريا وغير ذلك من الملفات الإقليمية وتحقيق الفهم المشترك وكذلك تحقيق الفهم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير. وكذلك كنا ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة، على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر.